السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله بمكونات بسيطه كيف ما العاده. اليوم غادي نديرو شنيك العادي ديال لا كريم باتيسيير او زبيب، وندير واحد شنيك اخر بالبودره ديال القشور اللوز. انا عندك القشور اللوز، انا ديما ما كنلوحهمش، كنجمعهم كنديرهم في الفريكو، ملي كنحتاجهم كندخلهم الفران يتحمر واحد شويه وغادي نطحنهم. عندي هنا 1 كيلو ديال دقيق فورس، غادي نديرو لاباط فينوازغي، يعني لاباط بحال لاباط هذا فويتي، ولكن هي كتزاد عليها الخميره. المهم انايا غادي تشوفوا المكونات معايا، انا داكشي اللي كندير في ديالتي انايا، حيت كل واحد وهذا ولاباط ديالتو. انا تشوفوا داكشي اللي كندير. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، شنو غادي نزيدو عليها؟ غادي نزيدو عليها واحد الرشه ديال الملح، الخميره الفوريه، معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال السنيده. انا كنزيد فرشه الفاني، خميره ديال الحلوه، هادشي كامل ونحاول انني نخلطو، وغادي نجمعوهم بالماء دافي واحد شويه، ماشي بزاف وانما واحد شويه. هنا انا غادي نبدا نعجن فيها، نخوي الماء دافي ونعجنها حتى تجمع ليا ونطلقها. ها هي دابا من بعد ما جمعناها، دابا غادي نحاولوا اننا نطلقوها. شويه قاصحه، انا غنستعمل نطلقها ونطلقها. هنا عندنا، هنا من بعد ما سرحتها غادي نرش بالدقيق بحال هكا، وغناخد الزبده اللذه وغنحكها. هنا فايتتي درناها، هي ديك لاباتويتي رولي، كتبقى سهلة. نحاول أننا نوزعو الزبدة على كاع البلايص بحال هكا، وغناخدو عاوتاني الدقيق وغادي نرشو من الفوق هذيك الزبدة، نحاولوا اننا نجمعوها بحال هكا بحال هكا كما كتشوفوا. ودابا غادي نبداو نروليو بحال شكل شنيك بحال هكا. نصايبو الجناب، صافي ونبداو نطلقها بحال هكا. شويه ديال الصبر، كتكون شويه عاصفه في الاول، من بعد غادي تطلق بحال هكا كيف ما كتشوفوا هكا. انا غنستعمل هانتوما كما كتشوفوا، انا غنطي هاد الجنب ونحاول انني نقادو، ونعاود نجيب الجنب الاخر ونحاول انني نقادو بحال هكا. نعاود تاني
نزيد نطلق وانا كنصايب في الجناب باش تجيني سلاويه. غادي ناخذ هذا الجنب المحلول وغنعاود نسد بحال هكا. ها هي واجده عندنا. دابا غنخلوها ترتاح وغادي نمشيو نوجدوا العمال، نوجدوا لا كريم باتيسير وهذا واللوز، داك القشور ديال اللوز نطحنوهم، نوجدوا داكشي اللي غادي نصايبو. هنايا عندنا درت هنايا جوج كيسان كبار ديال الحليب، درت فيهم 4 معالق ديال لا كريم باتيسير، معلقه ديال الزيت، وغادي نزيد 1 2 3 4 المعالق كبار ديال السنيده. غادي نحركهم وغادي نديرهم فوق البوطه باش يعقدوا. هنا ها هو داك قشور اللوز، من بعد ما طحنتهم مع جوج المعالق ديال السنيده، دابا غادي نزيدهم السنيدة، جوج المعالق ديال السنيدة صافي. ونخلط كلشي مع بعضياتهم بحال هكا. دابا غنخليهم جانبا. هنا قطعتها انتما كتشوفوا. دابا هاد الجزء نخليه باش نديرو بيه واحد الحشوة. دابا غنصايبو هاد الجزء، غنطلقوه هنايا. من بعد ما سرحتها على شكل مستطيل غادي نشد بيها البيض وغادي ندهنها. ندي هنايا بيض البيض، غادي ندهنها كاملة بيض البيض. ودابا غادي ناخذوا هذاك البودره ديال اللوز، البودره ديال القشور ديال اللوز مع السنيده، وغادي نبقى ونحاول انها كلها تلبس. صافي وغادي نبقاو نتنيو. حاولوا دوك الجناب نديرو بيض البيض باش بحال نسدو. وهنا غادي نعاودو ندهنو هداك الرولي ديالنا كولو. وغادي ناخدو واحد الكمية وغادي نسرحوه وغنديو ونجيبو الرولي ديالنا.
باش تلبس لنا مزيان. تم البر دابا غناخدو الموس ديالنا، نحيدو دوك الأطراف، صافي نبداو نقطعو. على هاد الشكل هذا، ومن بعد غادي نحطوهم في اللاطة، عاد من بعد غنتكوهم بهذا بيدينا أطراف الأصابع، صافي وغنخليهم يخمرو. هذا هو الشكل الاول. انا غنزيد معكم وحده بحال هكا، هانتوما الشكل ديالها بحال زوني. كنحطهم بحال هكا في اللاطه، وكنضغط بالاصابع ديالي كنسرحها واحد شويه، صافي غنخليوها تخمر واحد شويه. انا غنستمر ونتلاقاو من بعد. انا كملتهم في السر، دابا غادي نبدا غنبدا بحال كنقرص فيهم واحد شويه. هنا نستمر هكا ونتلاقى. هنايا داك الجزء اللي خليت انا غادي نطلقو. غنبقاو كنطلقو حتى نطلقو على شكل طولي. هاهي من بعد ما طلقتها، دابا غادي ناخدو لاكريم. ونطلقوها نحاول نوزعوها على الجهه كامله بحال هكا، ما نقيسوش دوك الاطراف باش ما تخرجش لينا. انا غنستمر في هذه العمليه. هنا من بعد ما درت فيها لاكريم ناخذ الزبيب، انا فايت ليا رقدتو، وغادي نوزعو. نحاول انني نوزعو باش يتوزع كلشي. هنا عندي واحد شويه ديال العجينه ديال التلوز مع شويه ديال الفاني وشويه ديال الزبده، حتى هي غادي نحاول انني نوزعها. هنا لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتوا في العمارة. شتي الكونفيتور ديال المشمش؟ غير الكونفيتور المشمش والكوك راح كيجي واعر. المهم كنصايبوا شي حاجه على يدينا صافي بحال. ودابا غنبداو نروليو فيها. نحاول نزير نحاول نقادو الجناب. نحاول بيض بيض البيض، نحاول اننا نسدو به بحال هكا.
ها هو الاولي ديالنا ديال الشنيك، ها هو الاولي ديالنا. غنحاولوا اننا الموس ديالنا غادي ندهنوه، كاين اللي كيدير الخيط على حساب كل واحد. ها هو الاولي ديالنا، ونحطوه في الطاوله ونعاودو عاوتاني نقطعو. هاهو نحاولو نخلو بيناتهم واحد اتساع حيت مازال غيخمرو واحد شوية، يعني غادي يزيدو مازال يتنفخو. هانتوما نعاود معكم واحدة أخرى. هيا صافي، أنا غادي نستمر بحال هكا ونتلاقاو من بعد. ها هما درناهم في اللاطة وتكيناهم بصبعنا، هيا اللاطة الأخرى، ودابا غنخليهم يخمرو عاد ندخلهم الفران إن شاء الله. ها هما من بعد ما خرجو من الفران اللي درنا بالبودره ديال اللوز، ها هما كيجيو. هانتوما راه كيجيو مقرمشين وزوينين، وها هما لي شنيك بالزبيب، هانتوما كيجيو. نتمنى يعجبوكم الطبق ديال اليوم، ساهلين وزوينين. بالصحه والراحه.